الشوط الرابع المخصص لدفاع قعدان وهو الشوط النقدي ينطلق الآن. الشوط الرابع وهو شوط مخصص لدفاع قعدان ومسافته هي 6 كيلومترات. نتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا الشوط، ومن بعد هذا الشوط سوف ينطلق الشوط الأول الرئيسي لدفاع قعدان كما هو مدون لدينا في الكتيب لهذا المهرجان. هكذا مشاهدين الكرام هي الانطلاقة للشوط الرابع والمخصص لدفاع قعدان ومسافته هي 6 كيلومترات. أرى شعارات أبناء القبائل تتنافس، منها شعار السيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي، وأيضا شعار السيد محمد بن مطر بن خميس المريخي، وأيضا شعار السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري، وشعار السيد مسعود بن طحنون الهاجري، وأيضا شعارات متعددة وكثيرة تشاركنا في هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. عودة مشاهدين الكرام لمجريات هذا الشوط، وأرى نشوان مشاهدين الكرام يتقدم إلى المركز الأول، وتعود ملكية شاهين نشوان للسيد سعيد بن عويضة بن خميس المريخي، يتقدم تقدم ممتاز نشوان وهو الآن في المركز الأول. نقل على المركز الثاني اللي هو صوغان، وصوغان يلاحقك يا نشوان، صوغان في ثاني المراكز، وتعود ملكية صوغان للسيد طالب بن جلمود المري، والنقلة على المركز الثالث. ننتقل الآن على المركز الثالث حامل الرقم 42 في ثالث المراكز، اللي هو النادر في ثالث المراكز، وتعود ملكية للسيد خليفة بن محمد بن راشد الدوسري هو الآن النادر اللي في ثالث المراكز. ننتقل الآن إلى الفائز في رابع المراكز، وتعود ملكية الفائز للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري، والنقلة على المركز الخامس. المركز الخامس في الفارس، وتعود ملكية الفارس للسيد سالم بن حمد بن سالم المري، والنقلة على المركز السابع. المركز السابع مشاهدين الكرام، ننتقل إلى شعار السيد سلطان بن نوار العتيبي واللي هو مزعج مشاهدين الكرام في سادس المراكز، ومزعج سوف يزعج القعدان في هذا الشوط. مزعج للسيد سلطان بن نوار العتيبي هو الآن في سادس المراكز، ولكن أرى مشاهدين الكرام تسلل ودخول من مسكت للسيد مسعود بن علي، سعود بن علي بن حنزاب المري، ينتقل الآن بدوره إلى سادس المراكز. ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى المركز الثامن، ننتقل إلى المركز الثامن ونحاول أن نتعرف على اللي في المركز الثامن. دخول من الزير مشاهدين الكرام، ينتقل الآن إلى ثامن المراكز للسيد مبارك بن منصور الخيارين. ينتقل الزير إلى ثامن المراكز، وانتظروا مفاجآت الزير في هذا الشوط. بينما النقل على المركز التاسع، ننتقل الآن على المركز التاسع حامل الرقم 28 في تاسع المراكز اللي هو ظبيان للسيد سعيد بن فزيرة المري، والمركز العاشر عجلان للسيد ناصر بن عمير النعيمي. يردنا ترشيح مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من السيد محمد بن منصور الخيارين، ويصب ترشيح السيد محمد على الزير الذي الآن في سابع المراكز للسيد مبارك بن منصور الخيارين. الزير مشاهدينا الكرام يحمل لنا الكثير والكثير من المفاجآت في هذا الشوط، انتظروا مفاجآت الزير. نعود الآن مشاهدينا الكرام إلى نشوان الذي بدأ في الانطلاقة وأعلن المغادرة مشاهدينا الكرام بناموس هذا الشوط. نشوان ينطلق ويستعرض قواه أمام الجميع وينفرد نشوان مشاهدينا الكرام. نشوان تعود ملكيته للسيد سعيد بن عويضة بن خميس المريخي، يتقدم تقدم ممتاز ويترأس المجموعة في هذا الشوط. نشوان للسيد سعيد بن عويضة بن خميس المريخي يتقدم إلى المركز الأول، بينما الزير في ثاني المراكز اللي وعدناكم بمفاجآت الزير. الزير ينتقل بدوره و
وانتقالته ممتازة، كان منذ لحظات في المركز التاسع وينتقل الآن إلى ثاني المراكز للسيد غان مبارك بن منصور الخيارين. ننتقل الآن إلى المركز الثالث، الفائز في ثالث المراكز، وتعود مكية الفائز للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري ويطمح بالفوز، ولكن تغيير من عجلان أيضا يبيل مراقبة ويبيل متابعة، اندفاعته قوية عجلان. في ثالث المراكز للسيد ناصر بن عمير النعيمي، والمركز الرابع، فيه الفائز، والفائز يطمح بالفوز من خلال مشاركته في هذا الشوط للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري، والنقل على المركز الخامس. ننتقل الآن على المركز الخامس اللي فيه الفارس للسيد سالم بن محمد بن سالم المري، وأيضا مزعج مشاهدين الكرام. ينتقل الآن إلى خامس المراكز للسيد سلطان بن نوار العتيبي، ومزعج سوف يزعج القعدان في هذا الشوط، انتظروا مفاجآت مزعج. النقل الآن على المركز السادس، دخول وتسلل من حامل الرقم، دخول مشاهدين الكرام وتسلل. نحاول أن نتعرف الحامل الرقم 28 الذي تسلل في هذه اللحظة، ظبيان للسيد سعيد بن ناصر بن فزيرة المري، يتقدم مشاهدين الكرام الآن وينتقل انتقالا ممتازا إلى خامس المراكز. المركز السابع فيه الفائز للسيد سالم بن حمد بن جويل المري، والمركز الثامن دخول من الفارس للسيد محمد بن ناصر بن طريبي للمري، يتقدم في هذه اللحظات وأول مرة يدخل إلى عالم الإذاعة الفارس. النقل الآن على المركز الثامن، الصاروخ للسيد عبيد بن هادف المنصوري، وانتظروا لحظات انطلاق هذا الصاروخ الموجه إلى مقدمة هذا الشوط، الصاروخ في ثامن المراكز، وتعود مكية للسيد عبيد بن هادف المنصوري. والمركز التاسع راهي للسيد سالم بن مبارك بالضعيف المري، وراهي هو الذي في عاشر المراكز للسيد سالم بن مبارك بالضعيف. هكذا ننهي النداء الثاني على حضراتكم ونذيع المراكز العشرة الأولى المتقدمة بهذا الشوط، لنعود إلى نشوان الذي منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظة محتفظ بحقوق الصدارة. نشوان للسيد سعيد بن عويضة بن خميس المريخي هو الآن في المركز الأول، وأرى الزير بدأ في التحركات. الزير مشاهدين الكرام في ثاني المراكز للسيد مبارك بن منصور الخيارين، والمركز الثالث عجلان للسيد ناصر بن عمير النعيمي. الزير يخطف صدارة هذا الشوط وينطلق إلى المركز الأول. يا سلام الله، المنافسة اشتعلت مبكرا في هذا الشوط. نشوف الآن عجلان يخطف صدارة هذا الشوط وينطلق إلى المركز الأول، عجلان للسيد ناصر بن عمير النعيمي، والمركز الثاني نشوان، وعاد نشوان مرة أخرى إلى دائرة المنافسة ويحاول استعادة حقوقه المنهوبة. نشوان لسيد سعيد بن عويضة بن خميس المريخي، وأيضا دخول من الفائز الذي قلنا لكم بأنه يطمح بالفوز. الفائز ينتقل إلى ثاني المراكز، وتعود مكيتة للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري، ينتقل الفائز انتقالة ممتازة وينطلق إلى صدارة هذا الشوط. النقل الآن إلى ثالث المراكز، والصاروخ يقتحم قلعة صدارة هذا الشوط، وينطلق الصاروخ للسيد عبيد بن هادف المنصوري، صاروخ موجه إلى مقدمة هذا الشوط، وفعلا الصاروخ يتنافس الآن مع الفائز على صدارة هذا الشوط. إذن مشاهدين الكرام، ينطلق الصاروخ إلى مقدمة هذا الشوط للسيد عبيد بن هادف المنصوري، وعجلان في ثاني المراكز للسيد ناصر بن عمير النعيمي، والمركز الثالث الفائز للسيد سالم بن محمد بن جهويل المري، والمركز الرابع الراهي للسيد سالم بن مبارك بالضعيف، والمركز الخامس الفارس للسيد سالم بن حمد بن سالم المري. خلونا نعود إلى الصاروخ الذي انطلق الصاروخ مشاهدين الكلام على أرضية ميدان الشحانية. الصاروخ ينطلق إلى المقدمة وإلى الصدارة، الصاروخ للسيد عبيد بن هادف المنصوري، ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نرحب به على أرضية ميدان الشحانية. والصاروخ يفصل عن خط النهاية 500 متر المسافة التي تفصل الصاروخ عن خط
خط النهاية. الصاروخ ينطلق على أرضية الشحانية للسيد عبيد بن هادف المنصوري، والمركز الثاني الفائز، الفائز للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري، والمركز الثالث الراهي للسيد حمد بن مبارك بضعيف المري. ولكن خلاص الصاروخ، الصاروخ مشاهدينا الكرام يصر على انتزاع نقطة هذا الشوط، وينطلق الصاروخ، ينطلق مشاهدينا الكرام انطلاقة ممتازة وتوجه سليم إلى خط النهاية، وخط النهاية يقف احتراما وتقديرا وحب احتضان الصاروخ. تهانينا لمالك الصاروخ السيد عبيد بن هادف المنصوري على هذا الفوز المستحق، هو يصل إلى خط النهاية الصاروخ. تهانينا والناموس المركز الثاني الفائز السيد سالم بن حمد بن جهويل المري، والمركز الثالث السيد حمد مبارك سالم مبارك بالضعيف، والمركز الرابع الخامس ظبيان للسيد سعيد بن ناصر بن فزير المري، والمركز الخامس للسيد عجلان اللي هو للسيد ناصر بن عمير النعيمي، والمركز السادس للسيد محمد بن ناصر بن طليل المري اللي هو الفارس، والمركز السابع الزين للسيد مبارك بن منصور خيارين، والمركز الثامن فارس للسيد سالم بن حمد بن سالم المري، والمركز التاسع والعاشر يحيل إلى لجنة الخط. مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء، ها هي الإعادة للتوقيت الزمني للصاروخ الذي حصل على ناموس هذا الشوط وقطع المسافة في زمن المقدرة 10 دقائق و12 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الصاروخ السيد عبيد بن هادف المنصوري، وجاء في ثاني المراكز الفائز، والفائز قطع المسافة في زمن المقدرة 10 دقائق و16 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الفائز السيد سالم بن حمد بن جهويل المري على هذا الفوز بالمركز الثاني. وجاء في ثالث المراكز راهي، وقطع المسافة راهي في زمن وقدره 10 دقائق و17 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الراهي الفائز بالمركز الثالث السيد سالم بن مبارك بالضعيف المري. هكذا مشاهدينا الكرام ننتظر وإياكم لحظات انطلاقة الشوط الأول الرئيسي قوية.